طيب هذا الوقت المناسب اشوف انك تتكلم من داخل الثلاجة. ان شاء الله بعد اعصاب الوالدة ان شاء الله. انا ما رياض تستاهل والله. يلا قول. الله يعطيك العافية. يلا عشان نسمع الموضوع اكثر واكثر. اي يا اخي سكت مع جوا وش الثلاجة حاضرة. احنا ثلاجتنا كذا. ها قول. ما في مسدد الكهرب. ما عندنا مشكلة. ها يلا. طيب. لا اله الله. طبعا قبل يعني بداية يمكن بعد مرور سنة من كورونا. الله يفكنا الحمد لله ربي يفكنا منها يعني. اي والله. شو اسمه لاحظت ان فيني شيء غريب. يعني كنت وصلت مرحلة طبعا كان وزني وقتها كان وزني عالي جدا يعني كان وزني وقتها وصلت 139 138 كذا. اها. فكنت احس باحساس غريب يعني كنت كان دوامي طويل كان دوامي يمكن 13 ساعة بعض الأحيان 14 ساعة في اليوم. كنت أرجع على قولتهم أدق في النعمة وأنام وأقوم من بكرة ونفس الشيء. المهم لاحظت بعد كذا بمرور 6 شهور 7 شهور 8 شهور من الموضوع هذا يعني ما كنت حاس بنفسي يعني من الضغط في الدوام وكذا حسيت في شيء غريب. وصلت مرحلة أني ما أجوع ولا أشبع. اها يعني شعور الجوع والشبع هذا ما احس فيه. اوكي. يعني اكل مجرد اني مشتهي اني اكل. وما اوقف الا اذا اخلص الاكل. يعني بدون مبالغه يعني كنت لو تجيب لي الذبيحه ما يقوموني فيها الا يسحبوني سحب اذا قاموا كل الناس. لا اله الا الله. ايوه. فقلت لازم اطمن لازم اشوف وش البلا اللي فيني ذا يعني وش السالفه يعني. انا كلمت احد الدكاتره الاصدقاء بالنسبه شو اسمه الله يذكره بالخير. قلت له الوضع كذا كذا كذا. قال لي طيب ما ودك تسوي تكميم؟ قلت لا انا ما همني انا شوف انا بالنسبه لي ترى مرتاح سواء دب نحيف ما يهمني. انا الحمد لله متصالح مع نفسي ما عندي مشكله يعني. ممتاز. لان الشكل الظاهري مو كل شيء. صحيح. هذا وجهه نظري بنفسي وما يهمني الموضوع هذا. جميل. قال لي قلت له شوف انا اهم شيء انا اخليك من التكميم خليك من اي شيء ثاني. قلت انا ابغى اعرف هل انا وضعي طبيعي؟ ولا في مشكله. قال لي خلاص شو اسمه قلت له انا شغال في مستشفى بس قلت ما ابغى اسوي الفحوصات هذه بهذا المستشفى قلت بسوي بمستشفى ثاني. وسويت الفحوصات سويت تحاليل سويت كل شيء طبعا طلع عندي اللي هو دهون فوق الكبد ومن ذا الكلام وكذا بس انه يوم جاء طبعا هنا جتني الصدمه مو بصدمه يعني اقدر اقول انه كان هو الشيء اللي ريح تقدر تقول إنه فعلًا فيه شيء غلط. يوم سويت المنظار للمعدة وأنت بكرامة. بعد بيومين طلعت النتيجة. قال شو اسمه؟ قال لي الدكتور يعني قال لي إنه عندك أورام في المعدة. عندك تقريبًا ما بين 11 إلى 13 ورم متوزعة وكذا. قلت الحمد لله. قال لي ترى حميدة والحمد لله ما في شيء قلت. قلت انا الحين انت ترى يا دكتور ريحت انا الحمد لله انا كنت وقتها كنت شغال في قسم اورام اساسا. ايوه. فانا عارف الجو العام وعارف ومتقبل يعني اي شيء يجي من رب العالمين. انا قلت طب جيت على طول قلت له كذا قلت طيب يا دكتور متى نشيلها؟ قال لا ما يحتاج تشيلها انا اعطيك علاج. قلت له لا شوف انا عندي ترى بشخصيتي في شيء لما يكون في مشكله اجتزها من جذرها. على طول تنهيها. اي ما احب اني الخطوات البطيئه هذه اللي حل اي مشكله. في بعض المشاكل اكيد تحتاج لها وقت. ايوه. لكن المشكله يعني هذه المشكله تحديدا ما كان ودي انها تطول كفتره علاج ومن ذا الكلام. فقلت خلاص خلينا نشيلها. بعدين جيت سالته السؤال قلت طيب كيف الطريقه ومن ذا الكلام؟ قال نفتح المعده ونستأصل الاورام ونرقعها. بتعب تعاملونا يعني كنا تيشيرت يعني ولا وش على طول. ايه. فاستفدت من الموضوع هذا انك ايضا ايه جاء قال لي بحولك على شو اسمه اجل قسم السمنه عشان يستأصلون جزء من المعده من ضمنها الاورام الموجوده اللي فيها. بعدين تبدا تعالج يعني شو اسمه تستخدم علاج فتره معينه ومنها بينزل وزنك ومن ذا الكلام وكذا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. يعني هذا اول خبر الان الوالده حتى تعرف فيه. ايه. لا اله الا الله تزعل عليك اليوم ان شاء الله ابد. هذا البرنامج واليوم قال على الهواء مباشرة السبب والأمور طيبة إن شاء الله والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. اشرب ليمون. واضح أنك احتريت مو ثلاجة ذي صارت. طيب